الاب والابن والروح القدس الى واحد امين. النهارده بنحتفل بعيد الملاك رفائيل، ومن المناسب ان احنا نفتكر القصه بتاعته. جايز احنا قريناها او اللي ما قراهاش فينا. الملاك رفائيل بالذات اكتر ملاك من رؤساء الملائكه اللي له كلام في الكتاب المقدس. صدق او لا تصدق، اكتر من غبريال واكتر من ميخائيل. حد عارف اتقال فين القصه بتاعته؟ في طوبيا، هو غير في كتاب مقدس. السنكسار قالها في طوبيا، صح، هي في طوبيا. فانا هقرا معاكم صح الاولاني من طوبيا وبعدين نكمل الملخص بتاعه، لانه فيه الكلام عن الملاك رفائيل. صح الاولاني يمكن التاني. بتقول القصه ان كان طوبيا وهو من سبط مدينه نفتالي الذي في الجليل الاعلى من الشمال فوق نحشون وراء طريق الآخذ غربا وإلى يسارها مدينة صفت. بيشرح هو جاي منين؟ من الجليل، مطرح من ربنا يسوع تربى. قد جولية يعني إيه؟ رحلوه في أيام شلمنصر ملك أشور أو سنحريب، ده سنة 722 قبل المسيح، 722 قبل المسيح. إلا أنه مع كونه في السبي لم يفارق سبيل الحق، حتى كان كل ما يتيسر له يقسمه كل يوم على الناس المسبيين معاه. كان راجل خير جدا. طوبيا بالمناسبة، طوبيا طوف، ده في اليهود لما يجي يصبح على حد يقول له ايه؟ باكر توف او باكر توب او ليلة توب، يعني تصبح على خير. توب يعني ايه؟ طاب مسائك. طاب دي جاية من توب، بنقولها في العربي طابة توب. طب توب معناها ايه؟ خير، يعني طوبيا ده الرجل الخير. ومع أنه كان أحدث الجميع في سبط نفتالي لم يكن على شيء من شؤون الأحداث، وكان إذا قصدوا كلهم عجول الذهب التي عملها يربعام. هو بيرجع بينا بالقصة للسبب اللي تسابوا عشانه. يربعام اللي عمل انشق على مملكة داود وعمل لنفسه مملكة، عمل لهم عجل عشان ما يروحوش أورشليم ويرجعوا لداود تاني، عمل لهم عجل يعبدوه، فخلى إسرائيل كلها تزني اللي هم 10 أصباط اللي في الشمال. ما كانش يروح معاهم لعجول الذهب، فيمضي إلى أورشليم لهيكل الرب. كان مصر يروح هناك، وكان هناك يسجد للرب إله إسرائيل ويوفي جميع بواكيره وأعشاره. وإذا كانت السنة الثالثة كان يجعل جميع أعشاره للدخلاء والغرباء. وعلى هذا وأمثاله كان مسابرا منذ صبوته على وفق شريعة الله. هنا بيشرح لنا إزاي بيقسم العشور بتاعته. سنتين بيروح الهيكل، والسنة الثالثة للفقراء. وعلى هذا وأمثاله كان مسابرا منذ صبوته على وفق شريعة الله. ولما صار رجلا اتخذ له امرأة من سبطه اسمها حنة، فولد منها ولد سماه باسمه. احنا نسميه طوبيت، تصغير طوبيا، يعني طوبيا الصغير، طوبيا جونيور. اوكي. وأدبه منذ صغره على تقوى الله واجتناب كل خطيئة. ولما سبي مع امرأته وولده إلى مدينة نينوى أشور، العاصمة بتاعتها نينوى، خدهم نينوى، حيث كانت كل عشيرته، قد كانوا كلهم يأكلون من أطعمة الأمم، بيأكلوا اللي موجود. طبعا اليهود ما ينفعش يأكل اللي موجود، لازم يأكل حاجة كوشر. وكان هو يصون نفسه ولم يتنجس قط بمأكلاتهم. هو رجل خير لأنه بيتصدق وبيدي بفلوسه للكنيسة وبيدي بفلوسه للفقراء، وكمان بيحافظ على شريعة ربنا. ولأجل أنه كان يذكر الرب بكل قلبه، أتاه الله حظوة لدى الملك شلمنصر، فأطلق له أن يذهب حيثما يشاء ويفعل ما يريد. فكان يطوف على كل من كان في الجلاء ويرشدهم بنصائح الخلاص. كان بيوعظ الناس. ثم أنه قدم راجيس مدينة مادي، وكان معهم مما آثره به الملك 10 قناطير من الفضة. كان معه فلوس وراح البلد دي اللي اسمها راجيس، فشاف ورأى بين الجمهور الغفير الذي من جنسه رجلا من سبطه يقال له غابيليوس. غابيليوس كان فقير، فراح اداله الفلوس دي وكتب له عقد، يعني سلف. وبعد أيام كثيرة بعد أن مات الملك شلمنصر، ملك سنحاريب ابنه مكانه فوقع بنو إسرائيل عنده موقع الكراهة، ابتدى يتضايق منهم. وكان طوبيا يطوف كل يوم على جميع عشرته ويعزيهم ويواسي كل واحد من أمواله على قدر وسعه، فيطعم الجياع ويكسو العراة ويدفن الموتى. كان يلف يشوف لو حد مات، مش لاقي حد يدفنه هو كان يدفنه. دي مشهورة عنه، عن طوبيا.
ويكسو العراة ويدفن الموتى والقتلى بغيرة شديدة. ولما قفل الملك سنحريب من أرض يهوذا هاربا، سنحريب ابن شلمنصر راح يحارب يهوذا الجنوب، وقصة انه حاصر أورشليم والملاك بالليل قتل منه مش عارف 120,000 عسكري. كانت حاجة جامدة جدا في أيام أشعياء، هي أشعياء اللي كان ماسك الدنيا هناك. فرجع، فابتدى لما رجع يقتل ناس كتير من بني إسرائيل، وكان طوبيا يدفن أجسادهم. فنمى ذلك إلى الملك فأمر بقتله وضبط جميع ماله. فهرب طوبيا بولده وزوجته عاريا واختبأ، لأن كثيرون كانوا يحبونه ومرضوش يقولوا للملك. وكان بعد 45 يوما أن قتل الملك ابناه، ده اللي حصل فعلا، أن أولاد سنحريب قتلوه. فعاد طوبيا إلى منزله ورد عليه كل ماله. دي قصة طوبيا. وكان بعد ذلك في يوم عيد للرب أن صنعت مأدبة عظيمة في بيت طوبيا، فقال لابنه هلما فادعي بعضا من سبطنا من المنفين لله يأكلوا معنا. فانطلق ثم عاد فأخبره أن واحدا من بني إسرائيل مذبوح ملقى في السوق. فلما سمع طوبيا نهض من موضعه مسرعا وترك العشاء وبلغ الجثة وهو صائم، فرفعها وحملها إلى بيته سرا ليدفنها بالتحفظ بعد مغرب الشمس. وبعد أن خبأ الجثة أكل الطعام بكيا مرتعدا، فذكر الكلام الذي تكلم به الرب على لسان عموس النبي: أيام أعيادكم تتحول إلى عويل ونحيب. ولما غربت الشمس ذهب ودفنها. وكان جميع ذوي قرابته يلومون قائلين: لأجل هذا أمر الملك بقتلك، وما كدت تنجو من قضاء الموت حتى عدت تدفن الموتى. أما طوبيا فإذ كان خوفه من الله أعظم من خوفه من الملك، كان لا يزال يخطف جثث القتلى ويخبئها في بيته فيدفنها عند انتصاف الليل. اتفق في بعض الأيام وقد تعب من دفن الموتى أنه وافى بيته، فرمى نفسه جنب الحائط ونام. فوقع زرق من عش خطاف في عينيه وهو سخن فعمي، حاجة وقعت على دماغه من عش من الطيور، ليس كان فيها زبل ولا حاجة، وراحت عمته. وكانت مثال لصبر زي صبر أيوب. فإنه إذ كان لم ينفك عن تقوى الله منذ الصغر يحافظا لوصاياه، لم يكن يتذمر على الله لما ناله من العمى. وبعدين جه في القصة بتاعت طوبيا أنه حب افتقر، الفلوس بتاعته خلصت، فحب يرجع ياخد الفلوس اللي اداها للراجل اللي اسمه غابيلوس. وصلى وقال له: يا رب أنا عايز أبعت ابني طوبت أو طوبيا الصغير نروح يروح يجيب الفلوس دي. فراح هو بيصلي، شوف بس الأصحاح اللي جه فيه، قال له ابنه: يا أبت كل ما أمرتني بيه أفعله. فقال له: هحصل المال إزاي؟ قال له: رجل ما يعرفنيش ولا نعرفه، إيه العلامة؟ حتى مش عارف الطريق كمان، أنا ما عارفش أروح له إزاي ده. قال له ان عندي العقد اللي انا كتبته، ولو هو رجع لي الفلوس ممكن يديها لك، فتعال نشوف ندور على حد ثقه. هنا تيجي قصه الملك رفائيل: يا اصحابك باجرتي حتى تستوفي المال وانا حي، وندي له فلوس، شوف حد يوديك يعرفك السكه. فبينما خرج طوبيا اذا بفتى بهيا قد وقف مشمرا كانه متاهب للمسير، واحد مستعد للسفر. فسلم عليه وهو يجهل انه ملك الله، وقال: من أين أقبلت يا فتى الخير؟ قال: أنا من بني إسرائيل. فقال له طوبيا: هل تعرف الطريق الأخذة إلى بلاد الماديين؟ مادي تبع إيران، يعني أشور دي في العراق، نينوى في العراق، والمادي دي فين؟ في إيران. الملك قال له: أعرفها، وقد سلكت جميع طرقها مرارا كثيرة، وكنت نازلا بأخينا غابيلوس المقيم براجيس مدينة المدينين في جبل أحمد. هو عارف، الملك عارف أنه هو بيدور على المكان ده. فقال له طوبيا: انتظرني حتى اخبر ابي بهذا. وراح قال لابوه، والاب بص على الراجل، راجل كده شكله زي امير، قال له: ممكن تاخد ابني وتوديه يروح يجيب الفلوس من الراجل ويرجع، وتاخد بالك منه كده، ولما ترجع هنديك الايه الاجره بتاعتك. فخده. شوفوا في القصه في الايقونه هنا، الملاك ماسك طوبيا، هو مش صغير قوي يعني، طوبيا شاب بتاع 17-18 سنة. فأخدوا معاه ومشي في السكة، وجم في وقت من الأوقات جاعوا، طوبيا جاع، فقال له: تعال نروح نصطاد سمك. فطلع سمكة، لقى سمكة كبيرة وكانت تهجم عليه يعني.
في القصة بيقولوا طلعها الملاك، قال له امسكها، فامسكها وشق بطنها، طلع الكبدة والقلب وقال له خليهم معاك وناكل السمكة، فأكل السمكة. في القصة، في نفس القصة، في قريب لطوبيا عنده بنت، قريب ده اسمه رعويل، عنده بنت اسمها سارة. كل ما يجي حد يتجوزها في الصباحية قبل ما ينام معها يموت. القصة دي تكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة. فالملاك قال له ده في قريب ليك هنا وعنده بنت، ما نروح نبات عندهم ونشوف الدنيا ايه اخبارها. فخد معاه القلب والقلب بتاع السمكة والكبد وابو المرارة وراحوا هناك. وبعدين طوبيا عجبته البنت، قال لأبوها طب ممكن أخدها نتجوز وناخدها أخدها معايا. فصعب عليه الراجل لأنه قريبهم وقال له يا ابني أنا خايف عليك لأنك أنت لو أنت اتجوزتها بكرة، قال له لا ده ربنا موجود ومش هيحصل حاجة ما تخافش. والملاك شدده قال له ماشي قول له أوكي، فقال له أنا موافق أخد المخاطرة دي. فاتجوزوا، وبعدين بالليل قرروا ان هم يصلوا، قرروا يصلوا. القصه بتاعت يصلوا دي 3 ايام دي بتاعت طوبيا هي دي. فصلوا الليله الاولانيه والراجل صحي الصبح يدور على الراجل وجهزين له، حفروا له الحفره. الراجل ابو ساره راجل قديس قال لك نجهز له المدفن بكرامته يعني بدل ما يتبهدل. فكل يوم يروح يلاقيه صاحي. وبعدين الملاك قال له لما تدخل حط في المنقد بتاع الفحم اللي انتوا بتدفوا بيه حط القلب بتاع السمكة. فحط قلب السمكة في بتاع هو بيصلي، وبيقول ان الشيطان اللي كان ملازم البنت اللي كان بيقتل الناس اللي تجيلها هرب، ما قدرش يستحمل لا الصلاة ولا البخور دي اللي اتعملت، وهرب وراح اسمه أزموديوس، بيتهيألي كان اسمه كده، وراح الصحراء بتاعت مصر. ما اعرفش ليه صحراء مصر دي مشهورة بأن كل الشياطين تروح هناك. عشان كده يقول لك الأم الطوليس لما راح الصحراء قال طالع حارب الشياطين، مشهورة. يظهر كان مصر فيها صحراء جامدين جدا وكانوا بيستعملوهم يعني. المهم فهو نجا والراجل فرح قوي، عمل فرح كبير جدا وكده. والملاك رفائيل اخذ طوبيا بعد كده وقال له يلا ورانا شغل، خلي مراتك هنا واحنا راجعين ناخدها. فراح طلع على ايران جاب الفلوس، وراجل كان رجعت له فلوس يعني، جاب الفلوس ورجع وخد مراته ودخل بيها على ابوه. المهم لما رجع البيت الملاك رفائيل قال له طلع المراره وادهن بيها عينين ابوك. فطلع المراره دهن بيها عينين ابوه، فايه ابصر شاف. فالقصة بتاعت الملاك رفائيل هنا معناها لها معاني كتير جدا. عشان كده ملاك رفائيل يعتبر ملاك حارس، أول حاجة ملاك حارس، وإن ملاك الحارس ده قصة حقيقية مش حاجة وهم. ربنا نفسه اللي قال إن العيال الصغيرين ما تمنعهمش إن يجوا جنب ربنا، لأن ملائكتهم في كل حين تنظر وجه أبي. كل عيل بيتولد أو فيلم بيخش المعمودية، بالذات مش بيتولد، خش المعمودية له ملاك حارس زي رفائيل كده. والحاجة الثانية الملاك رفائيل يعتبر شفيع لكل المتزوجين حديثا، يعتبر الشفيع بتاعهم، وهو أيضا شفيع المسافرين وشفيع الناس العيانين اللي عايز يخف، وشفيع للناس اللي عندهم شياطين. شوفوا من هنا بقى لغاية بكرة لما تتفكر في القصة دي، والفقراء. القصة بتاعته كمان بتقول لنا ان هو ربنا بيبعته في المهمات الصعبة اللي هي حاجة خاصة، ما هيش مش زي ملاك ميخائيل. ملاك ميخائيل له قصة بالبلاد والدول والحاجات الكبيرة، ملاك رفائيل للناس صغيرين الغلابة. عشان كده في المديحة بتاعته بنقول انه كان مساعد للشهداء والمعترفين والناس النساك في حياتهم الخاصة، زي ما أي ملاك حارس بيعمل. يقول لنا القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين يقول إن كل يوم الواحد لازم يفكر
ادى ايه لملاك الحارس يقدمه لربنا، كان ملاك الحارس ده بيننا وبين ربنا. في قصه الملاك رفائيل بنجد كل الصفات بتاعه الملاك الحارس. ربنا يدينا ان احنا نتشفع بيه وناخد شفاعته، ويبقى ياخد باله من الكنيسه هنا وياخد باله منا، ونحط شفاعته وانه نطلب ان يبقى موجود معانا بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده، ويحافظ على كل واحد ويحمينا من الامراض. له ربنا المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل وان دعته كلها.